تسير مع السلفيين في تطبيق القانون في كذا. سيد الرئيس الناس يستناو منك باش تقول لا، باش تعارض اللي قاعد يصير واللي قاعد. الحكومة ساعات ترتكب أخطاء، الحكومة ماهيش معصومة من الأخطاء. الناس ينتظروا منك صوت المخالف، صوت الضمير، أنك تقول لا، أنك تحدث التوازن، أنك تعبر على رأي مجموعة من الناس، منهم أنصارك اللي انتخبوك أو اللي أنصار حزبك، حزب المؤتمر. يعني أنت تظهر، سامحني سيد الرئيس، تظهر وكأنك منسجم في نفس الخط نتاع الحكومة، توافق على كل ما تقرره الحكومة وتوافق على كل قراراتها. لا شوف، اولا ما تنساش اللي احنا شركاء، ثم عمليه شراكه في الحكم، احنا شركاء في الحكم. وقت اللي انا نشارك انا وياك، فهمني، في واحنا ثلاثان نشارك، لازم الشراكه تكون نزيهه، واضح، مش داخل في الربح خارج في الخساره. مش وقت اللي نحس بيك ضعفت ولا عملت غلطه ننقز عليك، فهمني، هذه مش من الاخلاق، مش من اخلاق الشراكه. اخلاق الشراكه هو وقت اللي نقعد مع بعضنا نقول لك يا فلان راك رد بالك، راك غلط، راك ربما ماكش عامل لك، رد بالك راه كذا كذا، وهذا نقوله راس ما بيني وبينك، فهمني، بين قوسينك. الحكايه اللي طلعت في الكلام اللي بعض المستشارين خرجوه كذا، هذاك الكلام اللي احنا نقولوه للنهضه ونقولوه ما بيناتنا. لكن انا علاش تغششت على لانه خرج للعلن، خرج للعلن لانه ما يدخلش في الشراكه. ولكن هذاك دونك هذاك رايك في الحكومه. انا شوف انا رايي في الحكومه وقت اللي نقعد مع حمادي شبالي ونقعد مع كذا، راهو نقولوا برشا كلام لبعضنا. اي تقول له يلزمك تحل الحكومه، لانه قال لا يلزم حل الحكومه وكذا. لا هذاك اشياء، هذا اللي كتبوه مستشاريك. جوستومون هذاك في برشا اغلاط. لكن انا وقت اللي نقعدوا مع مصطفى بن جعفر وكذا نتناقشوا، تعرف الملفات معقدة وصعبة وكذا، وشيء طبيعي أنه الناس تختلف. لكن أنا بالنسبة لي الشراكة، نزاهة الشراكة، أنه يا أخوي أنا وقت اللي مع حليفي ما نخونوش، ما نغدروش، ما نضربوش في الظهر، ما نغتنمش فرصة الضعف متاعه باش أنا نقوى عليه. هذا ما يدخلش في الأخلاق، لا في الأخلاق الفردية ولا في الأخلاق السياسية. إذا أنا متضامن مع هذه الحكومة، ومش هذا فقط، أتحمل جزء من مشاكلها. ما يغلط كذا، انا يا سيدي متحمل جزء، اعتبرني جزء من تلك المشاكل، مش فقط. لكن هذا لا يمنع انه صدقني النقاش حاصل بيننا وكذا، وثم اختلافات، واختلافات ظاهره مثلا في حول السلفيين، فما اختلافات. طبعا انا منذ البدايه نقول السلفيين هذه ظاهره لا يمكن السماح بتناميها بهذه الكيفيه، ولكن الحكومه سمحت بطريقه او باخرى. لكن انا كنت من الناس الذين ضغطوا دائما وابدا في اتجاه الصلابه في اطار المنظومه القانونيه، لانه الشيء الذي لا اريده هو ان نرجع لك كما قلت سياسة بكل حزم، فهمني، انا قول بكل عدل مش بكل حزم. اشياء اخرى مثلا في اختلافات واضحه على كثير من المسائل. مثلا انا بالنسبه لي الاصلاحات لازم تكون اكثر جذريه، اكثر سرعه، اكثر حسم، والقضاء الى اخره. لكن انا في شراكه وناس عندها اراء مختلفه، لازم نحترمها. انا نعرف سيد الرئيس انك مثلا مختلف معهم في قضيه تسليم البغدادي المحمودي. نعم. انك كحقوقي ترفض تسليمه، ما زلت مصر على على عدم تسليمه. انا بالنسبه لي قلت للاخوه الليبيين مليون مره، قلت لهم انا احنا نطالبوا ببن علي، وانتم تطالبوا بهذا الرجل، شيء طبيعي اللي احنا نطالبوا بن علي. إذن أنتم شيء طبيعي تطالبوا بمحمد البغدادي المحمودي، لكن أنا كرجل حقوقي لا أستطيع أن أسلم شخصا ممكن أن يكون مهدد بالتعذيب، يمكن مهدد بحكم الإعدام، ممكن كذا كذا. أعطيونا الضمانات، وقت اللي تجي هذه الضمانات كاملة وكذا ما فيش حتى مشكلة. ثم أنا بصراحة نحب أيضا نسلم هذا الشخص لحكومة ديمقراطية منتخبة ديمقراطية. هذه مرحلة انتقالية، وقت اللي تجي حكومة ديمقراطية اللي هي الشعب اعطاها ثقتها، مش معناها لها المرحله هذه ما هي الشعب عطها. لا، لكن باش تجي حكومه ديمقراطيه شرعيه بالانتخابات، هم قاعدين يعملوا انتخابات. اذا وقت اللي الحكومه هذه اللي باش تجي بعد ممثله للشعب وديمقراطيه وشرعيه ويكون عندنا كل الضمانات الممكنه، فهمني، وقتها تولي امور مقبوله. اما الان انا توا 4 شهور وانا تحت الضغط في قضيه البغدادي المحمودي ورفضت وسواصل حتى ورفع. بعد عودة اللجنة من ليبيا، اللجنة اللي بعثتوها باش تتحرى، اللجنة توا باش تعمل التقرير بتاعها، وباش تعطي باش تعطي تصورها.
لكن في اخر المطاف مثل ما قلت لك انا بالنسبه لي قضيه مبدئيه، قضيه مبدئيه انا بالنسبه لي لا لا أتنا... هذه قضايا اللي تمس المبدا وجه. انا على وصلت المكانه هذه الحمد لله وصلت لها الفقه لاني تمسكت بالمبادئ وسابقى كذلك يعني حتى ولو اسرت الحكومه على هذا. انا بالنسبه لي تونس ليس لها مصالح فقط وانما لها شرف، وانا اعتبر نفسي مكلف بالدفاع عن هذا الشرف. طبيعة الحال الأخوة الآخرين هم أيضا يعتبروا نفسهم يعني يدافعون عن مبادئ، لكن خلينا هذا مثلا من جملة الأشياء اللي قالوا فيها وجهة نظر. صفقة سيد الرئيس في الموضوع، صفقة بين ليبيا وتونس في خصوص أنا ما حتى صفقة سيد الرئيس محافظ البنك المركزي وقع التراجع في تغييره، خرجت خرج كلام أنه مش يقع تغييره. لا لا أي مش يقع تغييره نعم عن قريب يعني هذا طبعاً أكيد وثابت. هذا قرار أنا أخذته منذ أشهر حتى يعني. رغم انتخابك أحسن محافظ في إفريقيا. إحنا بالنسبة لنا ثم سياسة اللي نتاع ممثلي الشعب، ثم حتى حد فوق ممثلي الشعب، ثم حتى حد وممثلي الشعب هم اللي قرروا السياسة ومنها السياسة الاقتصادية بسبب عدم كفاءته أو بسبب أنه مسيس أو بسبب لأسباب بسبب أنه إحنا بحاجة إلى يعني سياسة اقتصادية وسياسة مصرفية أخرى، وسياسة مصرفية وسياسة اقتصادية تكون تحت تحكم الشعب التونسي وليس تحت تحكم أي طرف آخر. آخر سؤال سيد الرئيس حول حزبك المؤتمر اللي للأسف يشهد انشقاق، وتعرف لي رفاق الأمس اللي أنت كنت معهم وكنت في وسطهم وناضلوا معاك وناضلت معهم، كنتوا اليد في اليد وكانوا رموز كمام رموز المعارضة في تونس وكانوا ناس مناضلين لا أحد يشك في نضالهم. اليوم انقسموا والحزب تقسم للزوز، ما نعرف شنو الدور نتاعك في هذا الكل. يعني أكيد أنك متألم لوضع الحزب نتاعك اللي خرجت منه واللي بمجرد خروجك منه فقد البوصلة وفقد الاتجاه. شوف أنا توم الموضع نتاعي هنا قاعد نشوف في المجتمع كامل، قاعد نشوف في بلاد يعني داخلة في حركية غير مسبوقة في التاريخ. يعني اليوم وقت اللي تشوف تلقى الأحزاب كلها في أزمة، ولا حزب ماهوش في أزمة، الأحزاب كلها والأحزاب الكل تتشكل وتعاود تتشكل. تجي تشوف المؤسسة الأمنية، المؤسسة القضائية، المؤسسة التعليمية، كل هذه المؤسسات في عملية مخاض. هالمخاض هذا الهدف نتاعه شنو هو؟ إعادة التشكل باش تولي عندنا تشكيلات جديدة قادرة للبقاء وللتواصل. هالعملية هذه نتاع إعادة التشكل داخل الأحزاب، داخل المؤسسات، داخل الدولة، داخل العقليات كلها باش تاخذ شوية وقت، ما نعرفش قداش، عام عامين ثلاثة إلى آخره، وبعد باش تستقر الأمور. المؤتمر من الجمهورية ما كانش ينجم يخرج من هالحركية. يعني تصور وقت اللي ثم زلزال، فهمني، الزلزال باش يهز الكل، ماهوش باش يهز طرف كذا، الزلزال باش يمس الكل. يعني أنا بين قوسين استغربت في وقت من الأوقات إنه هالحركية متاع إعادة التشكل لا تشمل المؤتمر. وقت اللي دخلوا قلت سي هاول يعني القوانين العامة قاعدة تخدم عليه، حيث أنا بالنسبة لي أرى هذا الشيء من بعيد ومن فوق على أساس إنه شيء طبيعي. الشيء اللي نتألم له هو الناس ما هيش فايقة اللي هي حركية إعادة التشكل وإنها لازمها تسب بعضها وكذا كذا. أنا أسف على كل حال أنا بالنسبة لي حتى للإخوان اللي قالوا فيها كلام كذا وجرح الحبة عندي غير ذي ألمي كما يقول الشاعر، كانوا أصدقائي وسيبقوا أصدقائي إلى الأبد. وبالنسبة لي هالكلام هذا نحطه على يعني داخل فيها الشوشرة كاملة اللي إعادة التشكل. قالت فيك أنا أسف لهذا، لكن مش مشكلة، تبقى دائما وأبدا يعني رفيقة النضال اللي كانت تستقبلني في دارها وقت اللي ما كان يستقبلني حد. أنا بالنسبة لي ما ننساش الأشياء الباهية، مش آخر الجملة اللي ينطق بها شخصي اللي تحكم عليه، اللي يحكم عليه هو خطابه متاع سنوات سنوات، ولهذا الجمل الأخيرة لن أعتبرها. المهم شنو؟ المهم هو أنه الآن كل التشكيلات كل الأحزاب قاعدة تتشكل، وإن شاء الله أنه عملية التشكل ما تدومش برشا، أنها ما تجيبش كثير من الوجع ولا الألم، فهمني، معنا ضرب ومضروب، تضرب على اليمين وعلى اليسار توجع، إن شاء الله ما يعني الثمن نتاع هذه إعادة التشكيل ما يكونش بعض، وإن شاء الله خاصة أن التشكيلات اللي باش تخرج الآن تكون صلبة متينة قادرة باش تواجه التحديات الكبرى اللي باش تدخل فيها تونس. وهذا راه مش فقط على السيبير، على كل الأحزاب وكل التنظيمات وكل المنظمات. السيبير اقترح قانون الإقصاء سيد الرئيس على المجلس التأسيسي، إقصاء التجمعيين من الترشح إلى المناصب العليا في الدولة ومنها الرئاسة، وبدأ من ديوان السياسي في التجمع إلى حد رؤساء الشعب. القانون هذا ثم شكون يراه عقاب جماعي، ثم شكون يراه فتنة
بث فتنة بين التوانسة. ثم شكون يراه معناها حسابات سياسية لتفريغ بعض التحالفات الحزبية وإفراخها من قوتها. يعني أنا نعرفك متأثر بمانديلا واللي هو المعلم نتاعك واللي هو القدوة نتاعك واللي هو صديقك أيضا واللي هو وقف معاك في وقت من الأوقات. ما نعرفش السيد الرئيس قريت الرسالة نتاعه إلى الثورات العربية وإلى الشعب التونسي، أكيد أنك قريتها رسالة مؤثرة جدا، وأنا شخصيا وبرشا ناس يعتبروها نموذج ودستور إنساني كبير برشا مستخلصوا منه برشا عبر. علاش ما كانتش الرسالة هذه قدوة لك أنت وأنت حقوقي وأنت رئيس تجمع ولا تفرق، تلم التوانسة وتدعو إلى التسامح وإلى المصالحة مع معاقبة المجرمين حسب القضاء؟ تظهر لي قاعد تخلط ما بين دورك، يعني ما زالت عندك الفكرة اللي أنا ما زلت رئيس الحزب. مانيش رئيس الحزب، لازم تعرف حاجة، اللي أول مانيش رئيس الحزب، عندك كلمتك في الحزب سيد رئيس. لا استنى. وثانيا أنا بالعكس يعني بعت وما حبش ندخل في المعركة هذه اللي صارت إلا بمحاولة التوفيق بين الناس، ما حبش ندخل في أصل الخلاف، حاولت موفق ما بيناتهم. مش معقول أنتم أصدقاء وكلنا نضرب مع بعضنا وكلنا الخبز والملح وكذا فقط، أما ما حبش ندخل في المضمون. وعلاقتي مع المؤتمر من الجمهورية بطبيعة الحال إنما الحب للحبيب الأول للحزب هذا أنا كونت متكون في الدار هذه فمني ويعلم الله وكذا. لكن أنا الآن جابد نفسي وصدقني وقت اللي يقول لك اللي هم يعني مستقلين تمام الاستقلال، وقت اللي يجيوا يشاوروني نعطيهم رأي، وقت اللي ما يشاورونيش يعملوا اللي يحبوا. فيما يخص هذا القانون، أنا القانون الوحيد اللي مررته وقاعد نضغط فيه ونستغل فيه علاقاتي العاطفية مع المؤتمر الجمهورية هو قانون المغاربيين الحريات الخمس. يعني نحب قبل 12 10 أكتوبر